جديد ما إلها خلق على مستوى غمراتي ما عادت أعجبها أنا وعم تنزعج من حركاتي من جديد ما إلها خلق على مستوى غمراتي ما عادت أعجبها أنا وعم تنزعج من حركاتي من جديد صارت تنفل وتعصب بسرعة ولو جيت راضيها أنا بتغص بالدمعة من جديد صارت تنفل وتعصب بسرعة ولو جيت راضيها أنا بتغص بالدمعة شو صار معها ما عرفت جبت الطبيب قد ما خفت وقت اللي جاوبني رجفت مبروك مبروك حتصيروا ثلاثة بلشت ربي اسألوا جايتنا غنوا جيت بيا أو هالطفل شب الحلو أو مع بعض بنت وخيا بلشت ربي اسألوا جايتنا غنوا جيت بيا أو هالطفل شب الحلو أو مع بعض بنت وخيا وبلحظة ضمينا بعض والدمع بعيونا ونزلت تاج النبض راسي عبطونا وبلحظة ضمينا بعض والدمع بعيونا ونزلت تاج النبض راسي عبطونا قلت لها بس أموري وتدللي ورقة بإيدك تحملي ممنوع ممنوع أبدا يا حياتي راسي